علي العمود حوران. الله أكبر الله أكبر. استمرارا لمعركة عمود حوران، قام عناصر الجيش الحر بهجوم مباغت على كتيبة التسليح التابعة لقوات النظام والواقعة شرقي بصر الحرير، استخدموا خلالها الدبابات والمدفعية، مما أسفر عن تكبيد قوات النظام خسائر بالأرواح وأضرارا مادية. بالإضافة إلى ذلك استهدف الثوار اللواء 12 الواقع غربي البلدة براجمات الصواريخ. الجيش الحر تقوم قصف كتيبة النقل، الله أكبر والعزة لله. تزامن ذلك مع قيام قوات النظام وفي محاولة بائسة منه لرد الهجوم بقصف محيط كتيبة النقل بجميع أنواع الأسلحة لمنع تقدم الثوار واقتحامها. الله أكبر، قصف عنيف على مدينة بصر الحرير، الله أكبر. يستهدف. بالمقابل قامت قوات النظام بقصف بصر الحرير بالمدفعية من اللواء 52 التابع للفرقة الخامسة، مما أسفر عن دمار كبير للمدينة وحرق عدد كبير من المنازل. من أهم نتائج معركة عمود حوران هو تمكن الثوار من إغلاق الطريق الاستراتيجي الرابط بين إزرع والسويدة بشكل نهائي، وهو الطريق الذي يستخدمه النظام لإمداد قواته بالعتاد. وتأتي معركة عمود حوران استمرارا لما بدأه الثوار قبل أكثر من 4 أشهر من معارك قاموا خلالها بتحرير مدينة بصر الحرير، والتي جاءت ردا على مجازر النظام التي ارتكبها بحق الأهالي في الصنمين وغيرها من المناطق، مستخدما كافة أنواع الأسلحة، مما أسفر في وقتها عن استشهاد العشرات وتدمير العديد من المنازل وحرقها. الله أكبر، الله أكبر، العزة لله.